السلام عليكم، معكم شركة زياني لسيارة تصدير. المقر تاعها اللي يجي في بوسكين، وعندنا مقر آخر جاي في عين الرات، تو المطار تاع سطيف في لازون. ثم نقدم لكم هذه الماشينة تاع اللي تخدم البودر، طومبالي البودر إينوكس كاملة أليمونتال 220 فولتاج تاعها، تخدم من 50 غرام 500 غرام. اللي يحب من بعد يخدم أكثر يبدل لافيس تاعها، يتبع لافيس تاعو واحدة يبدلو، يخدموا بها أصحاب لي كوزميتيك ولا لي بارافارم، جماعة أليمونتاسيون. المهم هي أليمونتار، اللي يحب يخدم حاجة أخرى مش أليمونتار نورمال عادي يعني. طلبينا نقديوه نعتولو، يحب يجي يشوف أي سلعة حاضرة، يجي يشوف لهنا ولا يحب يسيي برودوي تاعو، ولا أهلا وسهلا بيا خويا ما كانش مشكل. اللي يحب يعني يركب لها كونفاير باه ما يضلش يفرغ العبيد، ويركب كونفاير يشيل لها كونفاير تاعها، وكاينين أليمونتار تاعك أليمونتار إينوكس كامل. هذه هي، وعندها ليكابتير تاعها، يحب يخدم يعمر في بلارة ولا يعمر في ساشية في ساكا تعمر يعني عادي، تحط لها البلارة تعقب عندها ليكابتير، هما يحبسوا البلارة تاعها كيما راهو في الفيديو. شوف الفيديو كيف راه كان، تلقى كيف هي تمشي كيف تعمل. وكل يحب يستفسر ولا حب يعيط يتصل في الهاتف ولا ثم النومر تاعنا ثم يتصل بنا نقديوه نعتولو، يحب يجي يشوف اي سلعه حاضره، يجي يشوف لهنا ولا حب يسيي برودوي تاعو، ولا اهلا وسهلا بيا خويا ما كانش مشكل. وسلعات اخرى راهم كاينين توجو كالعاده، كاينه السلعه رانا وخاطر نقول لكم بلي كاينه السلعه اللي حب يجي يشوف انت كي يجي يشوف على راه كاينه سلعه اخرى مهم غير هذا الشيء. كاين اللي ماش اللي كونسيونرز اللي حاب يمبالي ثنتك لي بودر كاينين ماشي نطول، واللي حاب كيما هذه الدوزر اهلا وسهلا بيا ما كاينش مشكل. شكرا، يعطيكم الصحه.